كانت نزل اول 1000 لعبة، بعد كده نزلت 2000 لعبة، بعد كده نزلت 10000 لعبة، واختلف الاصدارات. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم اسلام بهجت ستورز، معاكم فيديو جديد وريفيو جديد عن منتج اتطلب مني شخصيا ان اعمله كتير جدا. المنتج اللي معايا النهارده جيم ستيك او اندرويد تي في. هحكي بس لحضراتكم حدوته كده الاول، يعني ايه اندرويد تي في ويعني ايه جيم ستيك، لان نزل عليه اعلانات كتير الايام اللي فاتت، وفي ناس كتير في مصر بتسال عليه. نزل معانا بالشكل اللي هو بعلبه، يعني الناس بتقول عليه يعني علبه برتقاني وعلبه خضراء وعلبه سوداء. ايه الفرق بين الانواع دي؟ ويعني ايه اندرويد تي في اصلا؟ وايه الفرق بين الاندرويد تي في والسمارت تي في؟ او يعني ايه جيم ستيك؟ طبعا احنا هنا على اليوتيوب مش على اي منصه تانية، فيعني الفيديوهات دي معموله، هحاول على قد ما اقدر انا اشرح لحضرتك الاندرويد تي في، سمارت تي في، الجيم ستيك، والجهاز اللي معايا ده الفيديو معمول للنسخه دي. هفتح لكم النسخه، مواصفاتها ايه، طريقه تشغيلها عامله ازاي، مكوناتها ايه، الالعاب اللي فيها بالظبط، هنجيبها لعبه لعبه. فطبعا الكلام ده هياخد مننا وقت كتير جدا، بس احنا هنحاول على قد ما نقدر بخصوص نقطه الالعاب اللي احنا هنجري فيها. يعني لما نخش لحضراتكم دلوقتي على الشاشه هشرح لكم ان شاء الله نقطة نقطة مع بعض. الجهاز اللي معايا ده جهاز نزل بقاله فترة كده، ممكن حوالي سنتين او ثلاث سنين في مصر، باسم الجيم ستيك. اول نسخة نزلت منه نزلت بعلبة لونها اخضر. كانت نزل اول 1000 لعبة، بعد كده نزلت 2000 لعبة، بعد كده نزلت 10000 لعبة، واختلف الاصدارات منها. النسخة اللي معايا دي اتضاف عليها اللي هي كمان بتشغل لي الاندرويد تي في، يعني بتحول لي الشاشة بتاعتي تبقى سمارت او اندرويد. في ناس كتير في النقطه بتاعت السمارت والاندرويد دي يعني اتلخبطت، ايه الفرق بين السمارت وايه الفرق بين الاندرويد وايه الفرق بين الكروم كاست او الاني كاست. احنا عندنا الاول في حاجه اسمها اني كاست او كروم كاست، دي فكرتها كلها اللي انا بربط الموبايل بالتلفزيون او بربط الموبايل بالشاشه بتاعتي. يعني انا معايا موبايل ايفون او اندرويد او اي تليفون، ببدا ان انا اربطه على الشاشه، يبقى بيعمل ميرور، يعني اللي موجود عندي على الشاشه هو اللي بيبقى اللي موجود عندي على الموبايل هو اللي بيبقى موجود على الشاشه. الاجهزه دي سعرها في مصر يتراوح من 300 جنيه لحد 800 جنيه، اللي هي الاني كاست والكروم كاست والكلام ده كله، اي حاجه فيها كاست يعني لازم منها انواع كتيره جدا. دي الجزء اللي هو بتاع الميرور او الاني كاست ده، كده انا ما بحولش الشاشه اندرويد او مش بحول الشاشه سمارت. انا اقسم بالله بكلمكم في النقطه دي لان جه عليها استفسارات كتيره جدا. يعني في ناس مثلا تقول الاندرويد تي في او التي في بوكس الاندرويد انا ليه اجيبه، انا شفت جهاز ب 300 جنيه اللي ب 300 جنيه ب 400 و500 لحد 800 اعلى حاجه فيه موجوده حاليا، وانا يعني وانا بعمل الفيديو في شهر 7. الحاجات دي كل وظيفتها اللي هي بتربط لي الموبايل على الشاشه. في تكنولوجيا عندي تانية اللي هي بتحول لي الشاشه نفسها بقى تبقى اندرويد او الشاشه نفسها تبقى سمارت. التكنولوجيا دي اشهرها في مصر حاليا اللي هو التي في بوكس اندرويد. التي في بوكس اندرويد ده انا بوصله على الشاشه زيه زي الريسيفر بالظبط، بيخلي لي الشاشه بتاعتي اندرويد. بستفيد بايه؟ اللي يبقى عليها جوجل بلاي، ابدا ان انا انزل اللي هو المتجر، يعني ابدا ان انا انزل اي حاجه كانه موبايل بالظبط، اشغل يوتيوب، انزل اشغل نتفليكس، اشغل اي حاجه انا محتاجها يكون معايا الاشتراك بتاعها. ده بالنسبه للنقطه اللي انا هحول الشاشه اندرويد. الفرق بين الشاشه السمارت او اللي انا هحول الشاشه سمارت واللي انا هحول الشاشه اندرويد، اللي انا هحول الشاشه سمارت ده يعني انا بديها اوبشن النت فقط. يعني الشاشه بالنسبه لي بيبقى عليها يوتيوب، بيبقى عليها براوزنج او متصفح اللي انا اشغل عليها اي موقع انا عايزه، بس ما بعرفش انزل ابلكيشنز. اللي هي الشاشه بقى لما بتبقى اندرويد ده بالنسبه لي يبقى بتتعامل نفس معامله الموبايل. هيتضاف عليها ايه؟ هيتضاف عليها اللي هي جوجل بلاي، اللي انا ببدا انزل الفيسبوك، لو حتى عايز انزل واتساب، عايز انزل اي ابلكيشن انا عايزه. انا اسف لو طولت شويه في الحته دي، او ممكن تكون حضرتك ما جمعتش الصوره كامله، بس في فيديو احنا عاملينه هنا على القناه مخصوص طويل جدا الفرق بين الاندرويد والسمارت وشرح تفصيلي ليهم، عشان ما ناخدش اكتر من وقت الفيديو بالنسبه للجهاز ده. بس طبعا لحضرتك اول مره تشوفنا، احنا مجموعه محلات في المنصوره اسمها اسلام بهجت ستورز، عندنا توصيل وشحن الباب البيت في اي مكان في مصر. الفيديوهات دي احنا مش بنعملها بغرض البيع، الفيديوهات دي بنعملها لان بفضل الله في ناس كتير بقت بتثق فينا كمرجع كويس جدا على قناه اليوتيوب لشرح الاجهزه الالكترونيه. بنحاول على قد ما نقدر اي جهاز ينزل جديد بنجيبه لحضراتكم ونوريكم شرحه وشكله ومواصفاته على الطبيعه عامله ازاي. شرفني لحضرتك تتابعنا عشان تشوف كل جديد، بنهتم جدا بالمحتوى بتاع الالكترونيات والتكنولوجيا. الجهاز اللي معايا زي ما حضراتكم شايفين هو بيجي علبته، في ناس كتير بتقول عليه يعني الجهاز اللي هو بالعلبه الحمراء او العلبه البرتقاني، هو بيجي بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، مفيش فيه اي حاجه مكتوبه اضافيه غير اللي هو جيم تي في ستيك 8K طبعا و5G. بيجي معاه دراعين،
في طبعا الفري جيمز اللي انا هوريها لحضراتكم دلوقتي، هو في 13 كاتيجوري من الالعاب، يعني في بي اس بي، في العاب بلاي ستيشن، في العاب ماريو، في جيم بوي، وهوريها لحضراتكم كلها دلوقتي ان شاء الله. طبعا هو الجهاز ده مكتوب عليه 8K، بس انا اشك لانه قيمه مقابل سعر انه يكون الكواليتي 8K، يعني ممكن نديله بس بيبقى 4K. وكده كده معظم الشاشات اللي موجوده في مصر احنا شغالين عليها مش تبقى 8K، فما تعتمدش برده ان الجهاز ده ريزوليوشن بتاعه 8K، هو يعني ممكن يكون 4K او فول هاي ديفينيشن، وانت مش هتحتاج اكتر من كده، لان هي معظم الالعاب اللي عليه العاب البلاي ستيشن 1 والعاب الماريو، فمش محتاجين كواليتي عاليه قوي يعني في الصوره دي، بخصوص الريفيو اللي انا بعمله اللي هو 8K. الجهاز ده فيه حاجه مهمه عشان لو نسيت اقولها لحضراتكم وانا بشغله، واكيد اي حاجه انا هنساها حطها لي في الكومنتات وان شاء الله هرد عليكم في اقرب وقت. الجهاز ده اول لما تشغله يفضل حضرتك توصله على النت، يعني حضرتك تخش على السيتنج هتديله على اعدادات الواي فاي، وهتربط الشبكه بتاعت الواي فاي بالنسبه لك. ده لو هو ما اشتغلش معاك، حسيت لو هو ما اشتغلش معاك بكفاءه عاليه، لو انت هتشغله جيم ستيك فقط برضه لازم يا فندم يفضل ان حضرتك تخش على السيتنج وتربطه واي فاي وتوصل معاك الواي فاي. كان جه اسئله برضو عليه على نقطه الدراعات، بس انا هشرحها لحضراتكم برضو بسرعه لما نخش عليه نقطه نقطه. الجهاز ده بيجي معاه مكوناته ايه؟ اول حاجه بتيجي معاه الاستيك دي، كان في فيديوهات نزلت اللي هو الاتاري الفلاشه، فكانت في بعض العملاء كانوا بيعتقدوا اللي هو فلاشه يعني بيخش في اليو اس بي، هو حضرتك هو هاي ديفينيشن، يعني السوكت ده سوكت اتش دي عادي خالص، بيخش في مدخل الاتش دي اللي في الرسيفر، اللي هو بيخش في الرسيفر عادي خالص زي اي رسيفر بالظبط، حضرتك هتوصله في الشاشه. زي ما احنا شايفين هو مكتوب عليه 8K جيم تي في ستيك 3 دي جيمز. بيجي معاه دراعين، الدراعين دول بيجوا معاه لاسلكي. طيب لاسلكي دي ازاي بيتوصلوا، ازاي بيشتغلوا معايا بالبلوتس، ووريها لحضراتكم دلوقتي. الدراعين دول كان جه استفسارات لو الدراعات باظت اجيبها منين او اشتريها منين. حضرتك الدراعات دي موجوده عندنا في اسلام بهجت ستورز، وفي اي ستور الكترونيات هتلاقيها موجوده فيه، او اي محل اكسسوار كمبيوتر، لان دي دراعات الكمبيوتر عادي خالص، يعني اي دراعات كمبيوتر بلوتوث شغاله بانتنا هتجيبها هتشتغل معاك عادي جدا على الجيم ستيك. بدي اول نقطه الدراعات بتاعته. جاي معاه طبعا الجزء ده، ده الانتنا المسؤوله عن ربط الدراعات البلوتوث، لان زي ما قلت لحضراتكم اللي هو دراعات بلوتوث. بنربطه ازاي في الشاشه؟ ثانيه واحده هنطلع بس كل اللي بيجي معاه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو كده مفيش حاجه تاني خالص معانا في الجهاز. يبقى دي كده كل المكونات اللي موجوده. هشرح لحضراتكم جزء جزء. عندنا اول حاجه الجزء الصغير اللي هي الانتنا الصغيره دي، هنحطها قدام حضراتكم برده على الشاشه دلوقتي. ده مدخل اليو اس بي، وهنحطه برده يبقى قريب من حضراتكم يعني ظاهر. هنركب المدخل ده هنا كده، دي بالنسبه لي الجزء اللي هو بتاع البلوتس. انا مجرد ان انا ركبت الانتنه دي انا كده هقدر انا اربط الدراعات على الجيم ستيك تشتغل عادي خالص. في عندي في الجزء هنا ده مكان للميموري كارد او كارت الميموري، يفضل حضرتك ما تشيلوش ما توصلوش على الكمبيوتر عشان ما يتفرمتش الالعاب اللي عليه. المكان بتاع كارت الميموري ده هي الالعاب المتخزنه عليه. جنبه هنا في المدخل اللي هو بتاع التايب سي، اللي هو السنسور بتاع الاشاره، هوريه لحضراتكم دلوقتي عشان استقبال ريموت كنترول. هنوصل كابل التايب سي موجود هنا، هوريه لحضراتكم اهو. احنا اول حاجه معانا جيم ستيك، معانا الانتنه، معانا الدراعين، معانا الجزء المهم اللي هو بتاع الباور. الجزء بتاع الباور ده بيجي زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده كده، زي ما حضراتكم شايفين بيجي بالشكل ده، بيجي عدسه استقبال وبيجي مدخل تايب سي ومدخل يو اس بي. مدخل التايب سي بيخش معايا في الديفايس معايا عادي خالص كده، بيتبقى معايا الناحيه الثانيه ايه؟ اليو اس بي والقطعه بتاعت استقبال اشاره الريموت. قطعه استقبال اشاره الريموت بنحطها قدام الشاشه عادي خالص معايا زي الريسيفر بالظبط، والمدخل بتاع اليو اس بي ده بيدينا بيدي للجهاز الباور اللي هو الخمسة فولت بتاعه. بنركبه فين؟ لو عندي مدخل يو اس بي في الشاشه هوصله فيه مفيش اي مشكله، لو مش عندي هجيب اي راس شاحن عندي في البيت وهوصلها فيه. حاجه في النص برضه عشان لو نسيت اقول لحضراتكم، لو شغلت الجهاز او اي جهاز تاني من الجيم ستيك لقيته بيقطع معاك او حسيت اللي فيه تهنيجه كده في الصوره، ده بيبقى معتمد على الباور اللي واصل. يبقى الباور اللي واصل بالنسبه لك مش كويس، يبقى تغير راس الشاحن اللي انت موصل يو اس بي فيها، او تغير بورت اليو اس بي اللي موجود في الشاشه. انا بالنسبه لي وصلت كده القطعه دي، عندي جزء اليو اس بي هوصله في الباور زي ما قلت لحضراتكم، وعندي جزء الاتش دي هوصله في مدخل الاتش دي في الشاشه. انا كده جاهز مفيش اي مشكله بالنسبه لي، وهبدا ان انا افتح الجهاز هيطلع لي بالمواصفات دي.
اكيد انا اسف بس والله جه استفسارات ساعات عليها. انا ممكن بعض الشاشات يبقى فيها مدخل اتش دي 1 واتش دي 2 واتش دي 3، يعني في بعض الشاشات بيبقى فيها اكتر من مدخل، فانا بالنسبه لي مثلا ممكن اوصل الرسيفر في مدخل واحد، هاجي هوصل الجهاز ده في اتش دي رقم 2. اكيد ما ننساش احنا لازم نحول من الريموت كنترول بتاع الشاشه، هنجيب في الريموت اللي هو هتلاقي فيه زرار مكتوب عليه السورس او مكتوب عليه المين سورس او المصدر يعني او الانبوت، هنتك على زرار الانبوت او المين سورس ده وهنبدا نجيب اتش دي 2 او اتش دي 3 حسب رقم المدخل اللي انا حطيت الجهاز فيه في الشاشه. الجهاز ده جاي بحاجه اضافيه هي مميزه بتيجي في بعض الاجهزه جيم ستيك وبتيجي في بعضها لا، ان هو معاه قطعه اتش دي ميل في ميل. القطعه دي بالنسبه لي زي ما حضراتكم شايفين احنا قلنا ده مدخل اتش دي، انا ممكن الجهاز يبقى عندي في الشاشه مفيش مكان في ظهر الشاشه، يعني الاتش دي هيركب كده بالنسبه لي فمش هعرف اركب الجهاز ده او هيتقطم مني، فيفضل ان انا اركب الجزء بتاع الاتش دي الميل في الشاشه وهيتبقى معايا الفيميل هنا هوصلها كده وهركب دي عادي، يبقى ده بقى معايا حر كده مفيش اي مشكله فيه عشان اقدر ان انا اركبه في شاشه عادي بدون اي مشاكل. يبقى ده بالنسبه لجزء التركيب جزء الانستليشن. هل القطعه دي لو مش موجوده او ما لقيتهاش هل بتتباع؟ بتتباع عادي جدا مفيش مشكله، الدراعات زي ما قلت لحضراتكم بتتباع عادي مفيش مشكله. النقطه اللي هي بتاعه الجزء ده طبعا ده لحد دلوقتي ملوش قطع غيار بس ان شاء الله هي ما يحصلش فيها مشاكل وهتبقى موجوده عادي مفيش اي مشكله فيها. لما ركبت الجزئيه بتاعه التايب سي والجزء اللي هو بيستقبل اشاره الريموت، لان معانا الريموت كنترول، الريموت كنترول ده كده انا بشتغل على الاندرويد تي في. زي ما قلت لحضراتكم الجهاز ده جيم ستيك، اللي مسؤول عن الجزء الجيم ستيك الدراعات. طب بالنسبه للجزء الاندرويد تي في، يعني انا شغال على اليوتيوب او على نتفليكس او على جوجل بلاي، هبدا انا اتحكم بالريموت كنترول عادي. انا ممكن اقول لحضرتك تكه بسيطه، يعني لو انت جبت الجهاز ده وبعد فتره لا قدر الله او انت بتشوف الفيديو ده عشان تعرف مشاكل حصلت في الجهاز والجزء ده عندك اتقطع او ما عادش موجود، انت ممكن ما تستخدمش الريموت اصلا، هو الدراعات بتقلب عادي في الجهاز مفيش مشكله، وممكن تديله الباور باي كابل تايب سي عادي. يعني انا لو وصلت هنا في الجزء ده التايب سي ووصلت اليو اس بي في اي راس شاحن هيشتغل معايا الجهاز عادي مفيش اي مشكله. طبعا هي دي مش عيوب في الجهاز، بس انا مش بعمل الفيديو ده بغرض البيع، انا بعمل الفيديو ده ريفيو عن المنتج. منتج كويس جدا قيمه مقابل سعر، سعره حاليا يعني في مصر وانا بعمل الفيديو، وما تاخدش عليا السعر، حضرتك ممكن تكون بتشوف الفيديو ده قدام شويه ممكن يكون سعره قل او سعره زاد، سعره حاليا واحنا في اول شهر 7 2024 1150 جنيه مصري. يبقى انا دلوقتي بالنسبه لي زي ما قلت لحضراتكم التحكم بالنسبه لي في الاندرويد تي في بريموت كنترول، لما اجي هشتغل على الجيم ستيك هبدا ان انا اشتغل بالدراع او الجويستيك اللي معايا اللي هو اللاسلكي البلوتوث، انا مش متذكر قلت لحضراتكم ولا لا، هو مش شحن هو شغال بالحجاره. شغال بالبطاريات العاديه خالص اللي هي بتاعه الريموت، ونفس الفكره برده الريموت ده اكيد شغال بالبطاريه، الشاشه دي طالعه بالنسبه لي معاه كده. ده كده الجزء بتاع اول ما انا هشغل الشاشه، ده الجزء اللي بالنسبه لي هيظهر اول حته دي او اول جزئيه دي، انا كده بجيب الالعاب. تاني جزئيه هجيب النتفليكس، تالت جزئيه اليوتيوب، جوجل بلاي لو محتاج انزل العاب، ودي طبعا الابز اللي موجوده على الجهاز. عندي بعض الحاجات موجوده زي الاير سكرين دي لو عايز اربط الموبايل بالشاشه، والميرا كاست ده برده يعتبر هو الاشهر، يعني طبعا لو حضرتك شايف اول الفيديو انا شرحت ايه الفرق بين اندرويد تي في والميرا كاست او الكروم كاست، انا عندي الميرا كاست ده سيستم قوي جدا لربط الموبايل بشاشه التلفزيون. بالنسبه لي هنا الكروم طبعا متصفح، يعني بتاع الكروم الكلام ده اللي هو تنظيف الفايل مانجر دي اللي هي مدير الملفات النتفليكس. بالنسبه لي هنا عندي لو هعمل ابديت معين برايم فيديو، عندي اليوتيوب، عندي طبعا الجاليري والبلاي ستور بالنسبه لي اللي انا هنزل عليه الحاجات، ودي بعض الموسيقى اللي موجوده. عندي الريموت هنا مفيش فيه اي زراير غير الماوس اللي انا بتحكم فيه عادي خالص، وعندي ده اللي هو الباك ستير لما اجي هرجع لورا، طبعا لازم اكون موجه للايه؟ اكون موجه للسنسور، وعندي هنا علامه الهوم دي اللي انا لما باجي اجيب الشاشه الرئيسيه. عندي طبعا الحتت الصغيره اللي تحت دي بتبقى شورت كات كده موجوده للحاجات اللي كانت موجوده جوه اصلا بس تبقى يعني سريعه. عندي هنا فوق موجود التاريخ والوقت اللي انا بسجل فيه، طبعا هو الوقت مش مظبوط هنظبطه مع حضراتكم دلوقتي. الجزء الشمال ده بالنسبه لي اول حاجه دي موجوده فيه اللي هي اسم الجهاز، الشبكه والانترنت طبعا دي مفيده جدا لازم زي ما قلت لحضراتكم ان انا اوصل للشبكه يفضل. بعد كده الحسابات دي اللي هو الجيميل بتاعي اكني شغال على الموبايل بالظبط مفيش اي مشكله، لازم احط الايميل بتاعي وكاريه الاكونت بحيث ان انا ابدا انزل اي ابلكيشن انا محتاجه.
عندي برضو في الاعدادات هنا كده في ايه تاني، والتطبيقات طبعا وتفضيلات الاجهزه، الكلام طبعا سهل جدا ما فيهوش اي حاجه صعبه اكيد لا بالنسبه لحضراتكم. عندي الجزئيه دي او الجزئيه كده الاعدادات، عندي الجزئيه دي طبعا احنا قلنا لحضراتكم الجزء اللي هو بتاع ربط الواي فاي كده، بالنسبه لي دي طبعا الاعدادات بتاعته. جهاز هتلاقوه سهل جدا في الاستخدام، ما فيهوش اي مشكله او ما فيهوش اي حاجه صعبه. الاخير ده طبعا بالنسبه لي اللغه، فيها العربيه وفيها طبعا الانجليش، لو يعني اكيد دول اللغتين اكتر لغتين هيتسال عليهم، العربي والانجليزي موجود. بالنسبه لي طبعا دي كلين اب اللي احنا قلنا عليها، اللي هو اي حاجه مفتوحه عشان تسرع الجهاز شويه كده. مفيش حاجه هنا تانية يعني على ما اعتقد في اللي بره ده اللي انا هقولها او حاجه مفيده بالنسبه لحضراتكم. هنخش على طول على الجزء عشان ما اطولش عليكم اكتر، هنخش على طول على الجزء بتاع الالعاب. اول لما هفتح الجزء بتاع الالعاب كده بالنسبه لي انا الريموت ما عادش ليه فايده قوي بالنسبه لي، هبدا انا هشتغل بقى على الدراعات. هنقرب الشاشه دلوقتي من حضراتكم وهنحاول يعني علشان ما اطولش عليكم، طبعا هبقى شغال بصوتي عادي بس الصوت هيروح في اوقات كتير لان انا هجري الفيديو، لان الفيديو ده انا ممكن اصوره دلوقتي مثلا في 6 ساعات يعني من دلوقتي كده ممكن اقعد 5 أو 6 ساعات عشان اعرف اجيب لكم الالعاب دي كلها. فطبعا انا هصور الالعاب وهنجري كده بسرعه بحيث ان الوقت يتضغط، يعني الثلاث اربع ساعات اللي هنصورهم يطلعوا لحضراتكم كده في ربع ساعه او في ثلث ساعه ان شاء الله بالكتير. واحنا طبعا تحت امركم، اهم حاجه تستفيدوا وتبقوا شفتوا الفيديو طلعتوا باستفاده قويه منه. وما تنساش ان شاء الله تابعنا في القناه عشان احنا عاملين هنا بلاي ليست كامله اسمها جيمنج والعاب، عليها اكتر من جيم ستيك. اي جيم ستيك بينزل جديد في مصر بنجيبه بنعمل لحضراتكم نفس الريفيو ده بنفس الالعاب اللي موجوده فيه. سريعا كده زي ما قلت لحضراتكم هو ده موجود فيه، طبعا عايز بس اوري لحضراتكم بسرعه ايه اللي موجود عشان لما انا هقرب. انا عندي هنا دي اول جيمز دي مجمعه كل الالعاب مع بعض، وهقرب الكاميرا دلوقتي من الشاشه. بالنسبه لي عندي بقى في 13 كاتيجوري، يعني عندي ادي 1 عندي 2 عندي 3 عندي الجيم بوي 4 5 6 7 8 9 10 11 12 العاب بلاي ستيشن، 13 العاب البي اس بي. هنقرب الكاميرا من الشاشه ونجيب لحضراتكم قسم قسم. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدا كده مع حضراتكم بالنسبه للالعاب. عندي اول قائمه دي اللي هي الاول جيمز. الاول جيمز دي بنجيب معانا الالعاب كلها في بعض زي ما حضراتكم شايفين كده. ثانيه واحده عشان حضراتكم ما تتلخبطوش، انا هجيب لحضراتكم اللي هي الاول جيمز. هي بالنسبه لي دي كده الالعاب اللي موجوده في كل القوائم زي ما حضراتكم شايفين، انا ماشي كده شايفين الترتيب. طبعا الترتيب عندي مثلا في لعبه هنا اللي هي هنلاقي رقمها 8، التمانية دي مثلا لعبه ستريت فايتر، بس هنلاقي في كذا اصدار من رقم 8. يعني انا عندي شايفين حضراتكم مثلا اللعبه رقم 8 اللي انا واقف عليها دلوقتي كده من تحت دي اللعبه رقم 7، شايفين دي لعبه رقم 8 مكتوب عليها ستريت فايتر مثلا 2، هنا الشامبيون اديشن مثلا زي ما حضراتكم شايفين كده، تحتيها برضو ستريت فايتر، فهي بتاخد نفس رقم اللعبه اللي هو رقم 8، بس زي ما حضراتكم شايفين كده لو بصينا كل دي كلها واخده رقم 8 اهي، كل ده ستريت فايتر موجود، كل ما انزل عليه ده لحد مثلا ما انا واقف هنا كده شوف احنا عندنا بتاع 20 30 مثلا نسخه من اللعبه دي. بالنسبه لي بعد كده في دي لعبه رقم 9 دي اللعبه رقم 10 زي ما احنا شايفين كده، انا بجري بس بسرعه 12 13. هجيب لحضراتكم لعبه دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين كده، ده طبعا الالعاب ما شاء الله كميه العاب يعني رهيبه، كم العاب كتيره جدا 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 زي ما حضراتكم شايفين. هجيبها لكم بس بسرعه كده وبعد كده هنشوف لعبه لعبه باذن الله. كده احنا في حرف السي، دي كده الالعاب اللي بحرف السي، كل دي العاب مختلفه، كل دي كده احنا كده في العاب حرف الدي.
العاب حرف الاس. نيجي بقى مثلا نخش هنا على نجيب لحضراتكم حاجه حاجه. اول حاجه عندي بالنسبه لي هنا دي بعض الالعاب الكلاسيك، هنخش في القائمه بتاعتها. عندي مثلا لعبه كونتر، طبعا اللعبه الشاشه بتاعتها ظاهره جنبها على طول. طبعا زي ما قلت لحضراتكم يعني دي اللعبه رقم 4، فنازل منها جنبها كذا نسخه. دي لعبه رقم 5 مثلا، لعبه تانية دي لعبه رقم 6 رقم 7. طبعا انا دي في اول كاتيجوري اللي هو اللي مكتوب عليه الكلاسيك. 8 لو حابين مثلا نشوف الجرافيك مثلا بتاعها. دي طبعا الالعاب اللي كانت مشهوره باسم حرب الخليج. طبعا زي ما حضراتكم شايفين في منها كده العاب كتيره جدا. دي لعبه تانية الكينج اوف فايترز.
عشان ما تتلخبطوش، احنا قلنا لحضراتكم اللي هم في 13 قسم العاب ما شاء الله يعني موجودين في الجهاز ده. احنا هنعمل لحضراتكم فكره كويسه جدا عشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل على حضراتكم، انت تشوف الجزء اللي انت عايزه، ممكن تجري تجيب الجزء اللي انت عايزه بالظبط. عايز تشوف الفيديو كله، دي حاجه ترجع لحضرتك. احنا بنعمل الفيديو عشان نرضيك، بنعمل الفيديو والله وفي تعب علينا، بس بنعمله عشان خاطر حضرتك وانت بتشتري المنتج، او لو انت مش هتشتريه من عندنا يعني، او لو انت اشتريته وبتحاول تقارن تقدر تعمل لنفسك الريفيو للالعاب اللي انت عايزها بالظبط. لان طبعا سؤال ايه الالعاب اللي موجودة عليه صعب اي سيلز في مصر مش في شركتنا احنا بس يرد عليك، لان الالعاب فيها كتير جدا. يعني باختصار شديد حضرتك احنا قلنا اللي فيه 13 كاتيجوري. اول كاتيجوري عندنا اللي هو العاب الكلاسيك، بعد كده الانتر وبعد كده الهاج، بعد كده الجيم بوي، بعد كده السوبر، بعد كده في ده، بعد كده الجيم بوي كولر، بعد كده الجيم بوي ادفانس، بعد كده الجينيوس، بعد كده الان اي او، بعد كده العاب البلاي ستيشن، بعد كده العاب البي اس بي. احنا هنعمل لحضراتكم فكره كويسه جدا، هتلاقي الكادر جه على المنيو اللي احنا هنخش فيها بعد كده الالعاب اللي هتبقى موجوده فيها. عندنا مثلا اول قسم انا هبدا بيه مع حضراتكم دلوقتي العاب مثلا الكلاسيك دي هنلاقي اللعبه احنا واقفين عليها دلوقتي، هتلاقي شكل اللعبه موجود هنا كده. الالعاب مترقمه عندنا 1 2 3 4 5 6 7 وهكذا. مثلا وليكن اللعبه اللي هي رقم 8، هنلاقي فيها 10 15 لعبه ورا بعض برضو هم رقم 8. الالعاب دي بتبقى نفس اللعبه بس بابجريد معينه. يعني انا عندي لعبه الستريت فايتر 2 هنا مثلا، عندي منها 20 نسخه، ال 20 نسخه واخدين رقم 8. طب الكلام ده ازاي؟ الكلام ده اللي انا عندي مثلا اول حاجه لعبه الستريت فايتر 2 اللي هي رقم 3 اصفار 8، بس هي مثلا الهايبر فايتنج، بعد كده 008 برضو بقى ذا وولد، بعد كده شامبيون اديشن الدبل مثلا اليو اس اي، فهكذا. فده الاختصار بالنسبه للالعاب. فاحنا دلوقتي هنجيب الكادر على الكلاسيك وهنشغل العاب الكلاسيك، بعد كده هنجيب مثلا الكادر على البلاي ستيشن هنوري لحضراتكم الالعاب اللي موجوده في البلاي ستيشن، كل ده عشان خاطركم. تاني قائمه معانا دلوقتي النينتندو سيستم، دي بعض الالعاب برضه نخش عليها لحضراتكم دلوقتي ونوريها لكم لعبه لعبه. العاب النينتندو خش عليها، هتجيب معانا من اول ماريو، عندنا مثلا العاب زي العاب الكونترا دي زي ما حضراتكم شايفين كده، اللعبه نفسها فيها العاب كتيره جدا. يعني اللعبه نفسها احنا دخلناها بس لقينا جوه اللعبه لعب تانيه. لعبة الكونترا خش على اللعبة اللي بعديها.
حاول نشوف برضو بعض يعني مع حضراتكم كده بعض الألعاب ونفتحها على طول. كابتن ماجد العشق كله طبعا، جيل الثمانينات والتسعينات. طبعا هي بتاخد وقت شوية لحد ما تبدأ، أكيد كلنا كنا فاكرينها.
نحاول نشوف لعبة تانية برضو كده من الألعاب المشهورة. طبعا انا بجري الالعاب عشان وقت الفيديو، بس طبعا هي ما شاء الله الالعاب كتيرة جدا. كده احنا وصلنا لاخر حاجة في الالعاب بتاعت النينتندو الرئيسية. تالت قايمة معانا النينتندو الهاك، هنخش عليها برضو ونوري لحضراتكم لعبة لعبة فيها. دلوقتي مجموعة العاب النينتندو الهاك. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده، هي مفيش دي مفيش فيها صور، بس ممكن مثلا على قد ما اقدر اقول لكم بعض الاسماء. يعني لعبة مثلا سوبر ماريو برضو كده بدأ يتجمع معانا، سوبر ماريو 2، Thank you.
لعبة الدبابات طبعا كانت مشهورة جدا زمان. طبعا انا بحاول على قد ما اقدر اسرد لحضراتكم كل الفيديو بكل الالعاب بالظبط، يعني اكن حضرتك موجود في المعرض، اكنك الجهاز خدته عندك في البيت. الفئة الرابعة فئة مطلوبة جدا، ناس كتير سألت عليها، الجيم بوي. ايه ألعاب الجيم بوي الموجودة في الجهاز؟ هنخش على لعبة لعبة ونوريها لحضراتكم دلوقتي. ألعاب الجيم بوي، طبعا هي ألعاب الجيم بوي معظم ألعابها من غير صور، بس احنا نوريها لحضراتكم كده بسرعة يعني نجري عليها. مثلا عندنا هنا الكول هاند، الكول هاند، كول سبوت، في الكريستال، في بعض الألعاب طبعا أنا للأسف أكيد مش عارف أسمائها، بس ممكن يعني ان شاء الله تكون واضحه في الصوره، على الاقل اقدر انا افيد حضراتكم في كميه الالعاب اللي موجوده فيها. ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده يعني كمية العاب، اكيد انا صعب افتحها لعبة لعبة، بس العاب ما شاء الله كتيرة جدا. دي في الفئة الخاصة بألعاب الجيم بوي. طبعا انا فاتح اي لعبة معرفش، انا عايز بس اشوف يعني الالعاب دي كده موجودة اللي هي العاب الجيم بوي. اكيد هي طبعا مش نازلة بالصور، يعني تعتبر مجموعة ألعاب قديمة شوية، بس في مجموعة جاية دلوقتي اللي هي الجيم بوي كولر، هنوريها برضو لحضراتكم. أنا للأسف يعني مش عارف بتتلعب إزاي، ودي كانت مجموعة ألعاب الجيم بوي. خامس فئة معانا السوبر فاميكوم، زي ما حضراتكم شايفين هنجيب لحضراتكم برضو لعبة لعبة فيها. ومجموعة ألعاب السوبر هنشوفها مع بعض دلوقتي، دي المجموعة اللي بعد الجيم بوي على طول زي ما حضراتكم شايفين كده.
علاء الدين طبعا لعبه مشهوره جدا. خش على اللعبة اللي بعدها. جبت جون والله حلو. خش على اللعبة اللي بعديها. Thank you.
ملاحظ الالعاب هنا معظمها تقييمها عالي جدا. كده دي مجموعة الألعاب الأخيرة في ألعاب السوبر. سادس حاجة السوبر نينتندو هنجيبها لحضراتكم برضو دلوقتي ونجيب لكم لعبة لعبة فيها، خلي بالك من فرق الأشكال عشان ما تتلخبطش. بعديها مجموعة ألعاب السوبر نينتندو Thank you.
طبعا انا فاكر دراجون بول دي كان ليها ستايل معين بس انا مش فاكره بالظبط يعني. في ألعاب رياضة كتير برضو موجود، نينجا،
لعبة لذيذة بس مش عارف العبها ازاي بصراحة. دي كده تعتبر كانت مجموعة الألعاب اللي موجودة عليه. كده الألعاب بدأت ترجع معانا تاني من الأول. هنجيب لحضراتكم المجموعة اللي بعديها. سابق حاجة ملف الألعاب النينتندو ال 64 ونكمل معاكو النينتندو ال 64. زيرو زيرو سبعة جيمس بوند.
Good afternoon, sir. Can I help you? The name's Bond. James Bond. Ah, Mr. Bond. We have a safety deposit box waiting for you. Good afternoon. I'm afraid no one gets to see Mr. Lachaise without an appointment, sir. تنس، بيسبول، تحس الحته دي اللي هي النينتندو ال 64 الالعاب فيها الجرافيك فيها اعلى شويه. كده انا بالنسبه لي كده الالعاب اتعادت تاني، فده كده بالنسبه لي الجزء اللي هو بتاع النينتندو ال 64. تامن حاجه الجيم بوي كولر، هنجيبها لحضراتكم دلوقتي لعبه لعبه فيها، ونكمل على باقي العاب الجيم بوي. جيم بوي كولر، جيم بوي ادفانس.
يبقى احنا كل ده في العاب الجيم بوي كولر. ما شاء الله يعني مجموعة ألعاب كبيرة جدا. يعني ألعاب متقاربة من بعض. بعد كده الفئة الجيم بوي أدفانس عليها بعض الألعاب الكويسة. دلوقتي دي ألعاب الجيم بوي أدفانس. مجموعة ألعاب بالطلب بالاسم، وفي ناس كتير بتسأل عليها مجموعة ألعاب السيجا، تيجي معانا بالشكل ده وهنوريها لحضراتكم دلوقتي لعبة لعبة. طبعا ألعاب السيجا في ناس كتير جدا بتسأل عليها.
دي كده كانت نهاية ألعاب السيجا معانا. طبعا أكيد ناس كتير من اللي بيتفرجوا معايا عارفين الجرافيك بتاع ألعاب السيجا، بس ممكن نجيب لكم برضو لعبة مثلا كده معينة تشوفوها مع بعض. ودي كده كانت العاب السيجا ال ان اي او سيستم، وده بيجي عليه بعض الالعاب اللي كانت بتطلب بالاسم. هل اللعبه دي موجوده ولا لا؟ فهنجيبها لحضراتكم برضو دلوقتي لعبه لعبه. نخش على اخر سلسله من الالعاب بعد كده معانا البلاي ستيشن والبي اس بي اللي اكيد في ناس كتير مستنياها وانا شخصيا مستنيها، ال ان اي او. هنخش نشوف مجموعه العابها عامله ازاي. طبعا دي ألعاب حرب الخليج. مجموعة ألعاب قوية فعلا جدا. Thank you.
ده ما فيهاش فاولات باين. دي كده مجموعة ألعاب الـ NEO. الحاجة اللي قبل الأخيرة معانا ألعاب البلاي ستيشن، طبعا هي الأكثر سؤالا والأكثر طلبا، هنجيبها لحضراتكم دلوقتي برضو لعبة لعبة، وإيه الألعاب اللي موجودة، وعلى قد ما نقدر هنقدر نفتح لعبة لعبة من اللي احنا نشوفها مهمة على قد معرفتنا. نيجي على الجزء بتاع ألعاب البلاي ستيشن. طبعا اكيد معظم العابها العاب البلاي ستيشن 1. انا كنت عايز ابداها لان في ناس كتير بتسال على لعبه كراش بالذات. Thank you.
دي كده عندنا نسخة كراش، نسخة كراش، نسخة كراش اللي هو السباق. درايفر 2 جاكي شان، ميدل اوف هونر، بيبسي مان، انا عايز ابداها بس لان كانت في ناس كتير برضو بالنسبه للعبه بيبسي مان دي كان بيجي عليها اسئله كتير جدا. في بعض الالعاب كده بنسال عليها كتير، يعني كراش، بيبسي مان، ماريو، كابتن ماجد. فكده الجهاز ده فيه ماريو نسخ كتير، في العاب سيجا، في العاب ماريو، في العاب في الكابتن ماجد، موجود عندنا بيبسي مان، موجود عندنا كراش. هنشوف برضو في ايه تاني، في بعض الرياضه الكور الحاجات الحديثه بالنسبة للكورة برضو الأطفال كتير. بورش تشالنج، دي كده العاب البلاي ستيشن 1. تيكن طبعا، لعبة تيكن الشهيرة دي كده مجموعة الالعاب اللي موجودة فيه بخصوص العاب البلاي ستيشن 1. طبعا هنشوف برضو الكرة اللي موجودة فيه. طبعا لعبة تيكن اكيد كلنا عارفينها. هنشوف برضو الكرة، نسخة الكرة اللي موجودة فيها اللي هي انهي نسخة بالظبط.
ده فيها طرد على طول، دي طرد. دي كده نسخة الكرة اللي موجودة فيه. يبقى دي كده بالنسبة للألعاب اللي موجودة في البلاي ستيشن. آخر حاجة معانا ألعاب البي اس بي، وهي ألعاب المحاكي بلاي ستيشن. يعني ألعاب البلاي ستيشن بتبقى أعلى من بلاي ستيشن 1، بس أكيد مش نفس جرافيك البلاي ستيشن، بس ألعاب مناسبة جدا وهتشوفوها مع بعض دلوقتي. لعبة لعبة هنشوف بقى دلوقتي. اخر حاجه معانا البلاي ستيشن بورتبل او بي اس بي او محاكي البلاي ستيشن، جاد اوف وور. Suffering for years, Kratos, the once great champion, now known as the Ghost of Sparta, had pledged himself as a champion of the gods of Olympus. In return, he hoped only to rid himself of the nightmares that haunted him for far too long. His only respite, his only relief from the sins of his past, was found. دي كده بالنسبة للعبة God of War. لعبة تيكن سوليتير. لعبة راش.
فيفا ستريت طبعا. جاتا، جراند سيف ايتو، سبايدر مان، توي ستوري، دي كده الالعاب اللي موجودة اللي هي العاب محاكي البلاي ستيشن بي اس بي. ودي كده كانت العاب المحاكي بلاي ستيشن. يبقى احنا كده عندنا ده الاول جيمز، عندنا الفيفر دي لو انا بعض الالعاب اللي موجوده ممكن تكون مميزه شويه عشان ما تسرحش في بقيه الالعاب. يعني عندي هنا العاب الكلاسيك، عندي الالعاب دي كلها جبناها كلها مع بعض باستفاضه. يا رب اكون عرفت على قد ما اقدر انا اوريكم اللي موجود في الجهاز، يا رب اكون قدرت افككم على قد ما اقدر. جبت لكم معظم الالعاب اللي موجوده في الجهاز، وهتلاقي في عندك هنا على اليوتيوب بلاي ليست كامله مكتوب عليها جيمنج والعاب. اي نسخه جديده بتنزل في مصر بنعمل احنا عملناها دلوقتي، بنوريك الالعاب اللي موجوده فيها
ومواصفات الجهاز عامل ازاي وتشغيله ومتوسط سعره موجود. لو حضرتك حابب تشتري من عندنا دي حاجة تشرفنا، احنا مجموعة محلات في المنصورة اسمها اسلام بهجت ستورز، تقدر توصل لنا من خلال اي منصة في السوشيال ميديا، دور بس باسم اسلام بهجت ستورز او اتصل بينا او ابعت لنا على الواتساب على رقم 0198 90 388 في خلال مواعيد العمل اللي هي من الساعة 12 ل 10. اسلام بهجت ستورز، احنا اصل الكترونيات، احنا بيت البراندات.